ارتست يعني؟ انا شغال مع ارتست. خلينا في المهم. انا عايزك في العمليه الجديده. مش لما نصفر القديمه يا فنان؟ شو يعني نصفر؟ يعني نجيبه ارض بس هو يسلم. مين هو ده اللي يسلم؟ وام. نصفر يا جوجل. 10 خضره هم كده بقى فاضل لي 40 اخضر. ما تلم رجليك شويه. طب وانت ايه اللي مسكتك؟ ماشي يا طهره. عايزك تظبط يالا، ما تنساش ان انا اللي مخرجك من السجن. يعني انت اللي عليك مش انا. ومين قالك بقى ان انا كنت عايز اخرج؟ انا كنت اخلص المصلحه بتاعتك وارجع تاني. صدق بالله انا بطلع مصلحه جوه احسن من بره، وفي الهادي جدا على روقان. ده انت محدش يعرف يغلبك يا عم. انا لا عايز اكون غالب ولا مغلوب، انا عايز اقضي المصلحه واطير. ايه المصلحه؟ عروسه مكتوب كتابها عايزين نسطرها ونوصلها لابن الحلال. لميعة ولا مطربة؟ ملعلعة. الدخلة امتى؟ يا ريت النهارده قبل بكره. ايه المصلحه؟ حته اثار دهب عايزين نسلكها. الاستلام في الاقصر والتسليم في اسكندريه. وبعدين كده انت فهمتني كويس طبعا يا كبير. تمام. تمام. الله، انت بتكلم مين يا دنيا؟ بشاور قرين يا برنس. انا ما قلتلكش ان انا ملبوس. خلينا في المهم. الموبايل ده خط جديد هكلمك عليه في اي وقت، والفلاشه دي عليها فيديو لعروستنا. طب ما عليهاش حاجه الاصاله الجديد؟ طب ما تقفش، احنا هي ناقصه قفش. لاف 4/4 ساعه لغوريسكي ريجوليروفشيك ريجوليرو. طب علي 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 علي. ده так и не было авировали. Кол протоколом запротоколировал, как я вирую. طب الخبر ده طلع صحيح؟ تبقى مصيبة سود. خبر ايه؟ مش عارف. مش عارف. بس قلقان. Что дабы инцидент не стал претендентом на суде. أسيبك أنت بقى تقلع لوحدك؟ وقلقانة في أي مكان تاني. سلام. Не кури турка трубку, купил. ليلى. أنا بخير. لم هدومك انتوا شيماء وفاروق عشان هتجوني. مش لما الاول اعرف في ايه يا صابر. هفهمك بعدين. شوفي مين. شوفي مين. حاضر حاضر. مين؟ حكومه. يا لهوي، الحق يا صابر، الحكومه بتدور عليك. في يا باشا. فين صابر يا بنت؟ في السجن يا باشا. خش فتش المكان. ما هو هرب. يروح امك. يا فندم مفيش حد جوه. هاتهم لي على البوكس. والله يا باشا ما اعرف. يلا يا بنت. ياسر بيه، ده ما كانش اتفقنا يا عم. تقلقش يا عم، احنا عاملين الموضوع ده بس عشان يبان انه طبيعي. ساعتين كده وهخرجها لك، وزي ما وعدتك هصفرك ورقك زي الفل. بقول لك يا جوجل، هبعت لك رساله على موبايلك في عنوان، تحفظه كويس قوي وبعدين تمسح الرساله. ماشي يا باشا. يلا صباح فل يا جوجل، مع السلامه. انت هتهرب الواد ده بره مصر؟ أهرب مين يا عم انت؟ ده واد نصاب عليه قضايا أكتر من 15 سنة. Delivery date. Well, you are too late and we hurry. ليك حياتي، هن عم يسألوك عن موعد التسليم، بيقول لك إنك اتأخرت عليهم كتير، وهن هيك مزعجين منك. التسليم حيكون الأسبوع الجاي. نظام سداد الفلوس ازاي؟ الدليفري ويل بي نكست ويك. هاو ذا ماني ويل بي؟ 1/3 اوف ذا اماونت ويل بي بايد بيفور دليفري اند ذا ريست افتر دليفري. حياتي، هو رح يدفع لك الثلث هلا قبل التسليم والباقي بعد التسليم. وانا موافق. اوكي. يا صابر. حياتي ليكو، هيدا صابر. ايوه يا صابر. خلي بالك يا باشا، انت متفرق. بقول لك يا غالي، احنا مش مركب واحده، ولا انت عايزنا نطلط تخش السجنال بسطرحه؟ خلينا في الجد. انت هتستلم العروسه في الاقصر وهتسلمهاني في اسكندريه، والكلام ده هيكون يوم الجمعه. اهم حاجه بعد الصلاه. انت عرفت ازاي ان البوليس بيراقبني؟ جات لي رؤيه. اصل بنام طاهر.
تتعيق براح امك. اوبا ايه الجو الامريكاني انت جبنا هنا ليه؟ مزاجي انت سيب انت هلا. قال لك لما يظبط الحجر بس شويه. ولا بقول لك ايه، انا لا هسلم ولا هستلم، انا روح في ايدك. فين ال عف؟ لا كده انت بتدخل ظرف التهريج وغالبا بتقلب بجد. امسك اشرف لي ارجع السجن احسن. هنسميك الاسم اللي انت عايزه يا حبيبي. طلباتك ايه؟ هم بيقول طلباتي بتسال. شريط وصال. اوبا ده انت معبي. لا انا عايزك تسميني سعيد عشان لما اسافر يقولوا لي هابي. استغفر الله العظيم امك اللي ذنبنا عظيم. التسليم امتى يا صابر؟ والله ما انا راضي عليك عشان انا قلت لك هابي وانت قصد تضايقني. التسليم امتى يا هابي؟ هابي ايوه كده كمان يومين. هيبقى فين؟ يعني انت ما سمعتش؟ الحكومه بتحب تتاكد. ولا مصنع الكراسي اشمعنى؟ عشان ضلمه. خلص يالا. اه مالكش امان عند الهرم الكبير. اشمعنى؟ عشان طويل. بطل وسخن وخلص. هو اللي قال لي ولعلمك بقى عشان خاطر المحبه اللي ما بيننا. العروسه لميع مش مطربه. افهم من كده ايه؟ كنت انا فهمت. امسكها ادي الفلاشه اللي عليها عروسه. بس امان عليك ما تمسحش اغاني اصلا اللي عليها. اوعى ايدك. تمسح اصلا ايدك. انا ما يهمنيش في الموضوع ده حاجه. انا هغسل ايدي منه وهسلمك السروجي في ايدك دي والعروسه في ايدك دي. بس امان عليك بلغ مصر قول لها ابنك صابر بيقول لك كفايه. كفايه عليه قوي كده. كده عليك وعلى عمرك يا شيخ انت وكلب. روجر اغطس تصدمه ادخلها تصنخي قلبي يا في يا جدعان استعبطت ولا ايه؟ في ايه؟ في ايه يا صابر؟ حلمت ببغبغان احوال بيعض في هدهد. ده ايه في الخير؟ ابقى اضغطها كويس وندف على شمالك.